انطلق في مدينة ليون الحدث السنوي عيد الأضواء، حيث أضيئت سماء المدينة بأعداد لا تحصى من الأضواء تغطي مبانيها بنسيج من الألوان المبهرة. هذا العيد تحيي مدينة ليون في 4 أيام وتهدي فيه فضاءها لمخيلة الفنانين. إنه أمر رائع مميز، إنها فكرة جميلة، تقول هذه السيدة. ومن المتوقع أن يستقطب العيد 3 ملايين زائر، بعض ممن وصل وعبروا عن انبهارهم بهذا الحدث، كهذا الزائر البرازيلي الذي يقول إنه أمر مبهر جدا، كل شيء جميل هنا. وتحتفل المدينة الواقعة على نهري الرون والسون خلال الفترة من 8 إلى 11 من ديسمبر من كل عام بعرض ضوء هائل تستخدم فيه أحدث أنواع التكنولوجيا. مراسلة يورونيوز تقول لقد أصبح ما بدأ باعتباره موكب ديني مهرجانا ضخما للأضواء يحتفل به على مدى 4 أيام. ليون تحتفل بنفسها كمدينة للأضواء لتتحول لمنطقة للجذب السياحي. 3 ملايين زائر من المتوقع أن يتوافدوا عليها، ولكن على الرغم من تلك الحشود والازدحام يبقى المهرجان متعة كبيرة لعيون الحاضرين.